هلو، انا فرح ويلي من ميزون فرح ويلي. انا الفاوندر والكريتيف دايركتور. كولكشن اسمها كليو، انسبايرد باي مصر القديم، فهي مودرن تويست شويه على الانسبيريشن بتاعه المصر القديم. فهتلاقوا بقى الوانات ما شفناهاش قبل كده على المصر القديم، اللي هو باستلز، حاجات نيون، حاجات كده ادجي شويه. واخدين الترند بتاع الكولرز من دلوقتي، واخدين الموتيفز والالستريشنز بتاعه المصري القديم. الفابريكس عندنا شيفون، عندنا ساتان، عندنا كراب، عندنا حاجات كتير قوي. انا بحب اعمل حاجات فيرساتايل مختلفه جدا، فعندنا من اول الكاجوال لغايه السواري خالص. انا طريقي في الفاشن وحلمي ان انا اكون فاشن ديزاينر بدا من وانا عندي 7 سنين، فكل كولكشن بعملها بتكون كانها البيبي بتاعي يعني. فاللي حاولت اعمله في الكولكشن دي ان انا اوري ان احنا الحضاره بتاعتنا ممكن تستمر، مش هي بس من 7000 سنه بس، ممكن تستمر 7000 سنه تانيين قدام. فحاولت ان انا اطورها قد ما اقدر، يعني ان هي تواكب العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. انا سافرت ايطاليا وانا عندي 16 سنه ادرس فاشن ديزاين، قعدت هناك 10 سنين. بدات البراند بتاعي ميزون فرح ويلي في 2019 في اكتوبر، عرضنا في ميلان وفي باريس وفي فلورنس وفي دبي. وبعدين لما كورونا حصلت للاسف الدنيا دربكت هناك، فرجعنا لام الدنيا وبدينا البرودكشن تاني من سنتين هنا، وبقالنا سنتين دلوقتي في مصر. في ميل ديزاينرز عامه وورلد وايد عندهم مشاكل، يعني بتواكبنا مشاكل كتيره قوي. احنا في دنيا مش بس كوميونتي بس في مصر، احنا في دنيا ذكوريه جدا. فان انت تختاركي الفاشن اندستري مش بس في مصر بس بره كست صعبه، بس مش مستحيله. ولو انت ليكي حب وشغف للي انت بتعمليه قوي وعارفه كويس قوي انت عايز توصلي لايه وانت بتعملي ايه، هتوصلي يعني whether you push it او اي حاجه يعني. ما تفكريش بس بان انت عايز تعملي ايه كارتست، فكري بالناس ممكن فعلا تلبس ايه بكل البودي تايبس المختلفه. عشان انا جايه من ميكس ميديا باك جراوند، فانا كنت بينتر بقى، واللي هو انا بحب اعمل حاجات سرياليه جدا، ما كنتش بتوقع خالص ده ممكن تلبسه الصبح او بالليل او بعد الظهر. ففكري اكتر في الناس ممكن تلبسوا ايه، بس برضو ما تتنازليش عن الكرييتيف انسبيريشن بتاعتك. انا كل كولكشن بعملها بتكون ليها علاقه بمصر. الكولكشن اللي فاتت كان اسمها بلدي، كانت انسبايرد باي المحميات اللي في مصر، فكان في سيوا وفيوم سان كاترين. فالكولكشن دي اسمها كليو، والكولكشن اللي جاي هوبفلي بقى تعجبكم برضو ليها علاقه بمصر بس وده انذر تويست.